بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائنا الطلبة في محاضرة جديدة. اليوم إن شاء الله راح نكمل شرح مادة الأدب للمرحلة الأولى. بهاي المحاضرة اليوم راح نتحدث إن شاء الله على الأسئلة، نمط الأسئلة، وراح نتحدث يعني على كم شغلة مهمة ونجاوب على أسئلتكم وعن استفساراتكم. طلاب اللي يحضرون اول محاضرة، طلاب اللي حاضرين اول محاضرة، طلابنا اكو شغلة مهمة جدا، ضروري جدا تقرأ اعضاء اشكال الكلام او الاغراض الشعرية اللي هي البويتيك ديفايسز، اللي هي الكونترست ما كونترست. هذه السوالف جدا مهمة واحنا شارحينها قبل. احد من عندكم تابع وياي من بداية الدورة، احد من عندكم متابع وياي من بدايه الدوره ويعرف الاغراض الشعريه؟ احد من عندكم متابع ويانا؟ خلي يكتبنا بالتعليقات من متابع ويانا. جيد. الطلاب اللي تابعتوا ويانا تعرفون شنو يعني التناقض، تعرفون شنو معنى التكرار ريبيتيشن؟ نعم، وبهم طلاب شايفين على اليوتيوب، ذن اخذناهن، تتذكرونهن ان شاء الله عيني، تتذكرونهن مو صح؟ اول محاضره مو مشكله طلاب، الاول محاضره احنا اخذنا الاغراض الشعريه قبل وناشرينهن على اليوتيوب ايضا. ذني مهمات اسمهن الاغراض الشعريه، تروح تقراهن الاغراض الشعريه، الاغراض الشعريه روح ارجع اقراهن، ضروري جدا تروح تقراهن. نعم ناشرهن بقناتي على اليوتيوب، نعم ناشرهن بقناتي على اليوتيوب، اسمهن الاغراض الشعرية، حفظ وفهم، لان لازم تقراهن. عيني الطلاب اللي قاعد يدخلون وما يقدرون يدخلون، المحاضرات مفتوحة، بس لا تدخل على الرابط الاول، ادخل على الرابط الثاني، لان الاول قفل، ادخل على الرابط الثاني، لا تدخل على الاول. نعم هن ذن السملي ما سملي، ذن اخذناهن اسمهن الاغراض الشعرية. هسه اليوم راح نتعرف على نمط الاسئلة. الاساليب البلاغية جدا جدا مهمة وتأتي في الامتحان بعدة طرق. طبعا الاساليب يعني البلاغية او الاغراض الشعرية، يجيك سؤال what are figures of speech، ما هي الفيجرز اوف سبيتش، يعني شنو هي الاغراض الشعرية او هي اساليب البلاغية. explain five of them in detail، وضح خمسة من عندهم بالتفاصيل. هذا نمط من الأسئلة. يعني طلابنا الأعزاء، أريد طالب شاطر يجاوبنا بالتعليقات، من يجيك هذا السؤال إيش تكتب؟ بلا خلنا نشوف فاهمين ما فاهمين. طلاب اللي ماخذين يمي دورة احكي لي إيش راح تجاوب. عيني قناتي على اليوتيوب، بس اكتب الأستاذ محمد نجم النوفلي راح تطلع لك. يلا عيني، هذا السؤال إذا أجاك بالامتحان إيش تكتب؟ يلا عيني وينكم يا طلابنا؟ إذا أجاك هذا السؤال شنو يكون جوابك؟ What are the figures of speech؟ Explain five of them in detail، جاوبني بالتعليقات. إذا أجاك هذا السؤال شنو راح يكون جوابك؟ يلا عيني، يلا أخويا، يلا جاوبني، خلي أشوف شلونك فاهم لو ما فاهم، شو تجاوب؟ عيني طلابنا الاعزاء، الطلاب اللي يا الله يرضى عليكم، عوفوا الاسئله هسه الله يرضى عليكم، تابع وياي وجاوبني الاسئله والاستفسارات والملازم، خليها بنهايه الدوره زين. وبالنسبه للطلاب اللي يقولون اداب لو تربيه نفس الماده، هي ادب عيني نفس الشيء، ماكو فرق. السؤال الأول What are figures of speech؟ Explain five of them in detail، هذا هو السؤال، شنو راح يكون جوابك؟ زهراء جمال تقول simile، metaphor، personification. صحيح زهراء كلامك صحيح، بس ذن تكتبين يا زهراء، يعني ما تكتبين التعاريف بس تعددينهم، صير صح خط حل صح لو خطأ يجي. بالضبط عفية بزهراء، جيد، إذن تعاريف كاملة،
اكتب خمسة من الفيجرز اوف سبيتش اللي اخذناهم واكتب التعاريف وياهين بالضبط. هذا السؤال صار واضح، يجيك صيغة السؤال بالضبط تكتبهن. احسنت علي، كونتراست امج ميتافور وسيميلي والتريشن، اكتبهن واكتب خمسة من عدهن، اعرف خمسة من عدهن، عددهن واكتب خمسة من عدهن. يريد التعاريف عيني. هذا السؤال يقول لك what are the figures، السؤال يقول لك what are the figures، صيغة السؤال تقول what are the figures، ما هي الأغراض الشعرية، اكتب خمسة من عدهم. صيغة السؤال جدا واضحة، هذه هي صيغة السؤال. أو ممكن يقول لك what are the poetic devices، ما هي الأساليب البلاغية، نفس الشيء poetic devices أو figures of speech نفس الشيء. تكتب له تعدد له من عدهن حسب السؤال، هنا قايل لك خمسة، هنا قايل لك ثري، حسب صيغة السؤال، حسب صيغة السؤال. هو هنا بالسؤال الثاني كاتب لك what are the poetic devices اللي هي نفس الفيجرز اوف سبيتش، talk about three، يقول لك talk about three يعني معناها تحدث عن ثلاثة. المادة اللي قاعد نشرحها صيغة الأسئلة لمادة الأدب المرحلة الأولى، تابع ويا يا الله يرضى عليك. زين السؤال الثالث، السؤال الثالث طلابنا الشطار، أنا عندي طلاب حقيقة فخور بيهم، طلاب اللي متابعين وياي من بداية الدورة. What is meant by personification؟ Give an example. شنو معنى هذا السؤال؟ من يشرحه بالعربي بتعليقات؟ شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى what's meant by personification give an example؟ يلا وينك يا زهراء، وينك يا علي، يا عدي، وينكم زينب، وينكم؟ عندي طلاب شطار. شنو معنى هذا السؤال من يقول لك what's meant by personification give an example؟ بان تقول اعطاء 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 الجماد صفة شخصية. اوكي رند، كلامك صحيح، ما معنى تجسيد، وضح بمثال يعني بالضبط عافية. يعني شنو اريده من عندك بعد؟ اريد البقية. يلا وينكم عيني؟ تعريف التشخيص ومثال، احسنت يا عباس، احسنت يا اجوان، اجوان عمر نجم، احسنت عباس احمد نعم احسنت عباس. يعني التشخيص مع اعطاء مثال، احسنت يا عبير، بالضبط بالضبط. Sky is crying، زهراء جمال تقول على سبيل المثال أن السماء تبكي، أحسنتي يا زهراء، مثال صحيح 100%، أحسنتي، بارك الله بيك، بارك الله بيك، أحسنتي بالضبط بالضبط. ما معنى التجسيد مع مثال؟ أحسنت علي، أحسنت وسن. هذا هو صيغة السؤال، هذا هو صيغة السؤال. What's meant by personification give example يعني معناها يقول لك وضح لي personification وانطيني مثال. نفس الحالة what's meant by contrast، ما المقصود بالتناقض، give example. نفس الحالة، هذا هو اللي يقصده طلابنا الأعزاء. شنو معنى هذا السؤال؟ معناها تعرف الكونترست وتنطي علي مثال. نفس الشيء البقية، الامجس الالتريشن، نفس الحالة البقية كلهن، نفس الحالة بقية البيوتيك ديفايسز. صار معلوم إن شاء الله؟ صارت المادة واضحة؟ أحسنت يا زياد ماهر، كلامك صح، صارت السؤال هذه نمط من الأسئلة. هذا نمط من الأسئلة. زين نتحدث على القصيدة، نجي على القصيدة. طبعا نص القصيدة غير مطلوب، خليها ملاحظة يمك. القصيدة ما مطلوب من عندك تحفظها، هاي خليها ملاحظة من عندك، خليها عفوا ملاحظة ميمك. النص القصيدة غير مطلوب للحفظ، نص للقصيدة غير مطلوب للحفظ، ما لازم تحفظها. زين ولكن اكو شغلات بالقصيدة لازم تحفظ، ولكن اكو شغلات بالقصيدة لازم تحفظ، اللي هي اسم القصيدة، عنوان القصيدة، اسم المؤلف، المؤلف مال القصيدة، اسم الشاعر، القافية، نوع القصيدة. هذه الأشياء لازم تحفظها يا طلابنا الأعزاء.
اللي قاعد نشرح نماذج الأسئلة، شلون تجي مادة الأسئلة يا طلاب، مو صفحة شني صفحة يا أخوان. بعدنا إحنا ما قاعد، إحنا ما جاي نشرح بالكتاب، دي نشرح على نمط الأسئلة، شلون تقرأ الأدب، شنو الشغلات المهمة اللي بالأدب. مو أنتم ما تعرفون تقرون مادة الأدب، مو طلبتم من عندي قلتوا لي أستاذ نريد من عندك تشرح لنا شلون تجي مادة الأدب، هذه دا أشرح لكم الشغلات المهمة. وقلت لك بالبداية هذه صيغة الأسئلة، وهنا الأشياء اللي لازم تحفظها بكل قصيدة، اسم القصيدة، اسم المؤلف، والقافية، ونوع القصيدة، نوع القصيدة، الكتابة احفظ، ظل احفظ اسم الشعراء، اسم الكاتب، ترى اسم غريب وينحق، ترى تخربط بيه، ترى تخربط بيه، اسم القصيدة، اسم المؤلف، القافية، نوع القصيدة. القافية يعني هذا راح ناخذها بعدين ان شاء الله، يعني شلون احنا نقول عليها، الوزن مال القصيدة، الوزن مال القصيدة، الرايم سكيم، يعني نهاية كل بيت اكو اي بي اي بي، يعني شلون، يعني هو فد قاعدة راح نمشي عليها بعدين. طلابنا الأعزاء يلا من يكتب لي بالتعليقات شنو الأشياء المطلوبة اللي لازم نحفظها بكل قصيدة، يلا عيني. طبعا هن الست أشياء، سبع أشياء لازم تحفظهن، مو خمسة، سبع أشياء، خلينا نضيف عليهن، نوع القصيدة، خامسا المعنى، المعنى العام، المعنى العام، المعنى العام، سادسا المعنى التفصيلي، سادسا، ستة المعنى الديتيل مينينج التفصيلي، وسابعا نية الشاعر، نية الشاعر. ذن الشغلات اللي لازم ينحفظن في كل قصيدة. زين طلابنا الأعزاء، من يكتب لي شنو الأشياء المطلوبة بالتعليقات، شنو الأشياء المطلوبة بالتعليقات، اكتب لي الأشياء المطلوبة بكل قصيدة واللي لازم نحفظها، يلا عيني. اسم القصيدة، عنوانها، اسم المؤلف، القافية، نوع القصيدة، يعني نوع القصيدة هل هي قصيدة يعني وصفية، هل هي تخيلية، هل هي قصصية، شنو نوعها، من يا نوع، هل هي رمزية بها رموز، المعنى العام للقصيدة، والمعنى التفصيلي، الجنرال مينينج والديتيل مينينج والبوت انتنشن وذا انتنشن اوف ذا بوت، نية الشاعر. هذه هي الأشياء المطلوبة واللي لازم نحفظها. مهم جدا، لازم نقراها. احسنتم، انا الغاية من اخليك تكتب بالتعليقات اريد اشوفك متابع وياي لو لا. احسنت عباس، احسنت يا داود، احسنت يا اماني، زينب، هيفاء، رعد، عبد السلام، زهراء، احسنتم، عباس، احمد، عبد السلام، شكرا جزيلا، احسنتم، نعم نعم، زياد، ماهر، أم البنين، زين. ولا ننسى شغلة ثامنة كلش مهمة بالقصيدة لازم تقرأ، وهي الأغراض، الأغراض الموجودة، الموجودة في كل قصيدة، في كل قصيدة. إذن طلابنا الأعزاء يلا يلا عيني، من جديد الأشياء المطلوبة بكل قصيدة، اسمها، اسم المؤلف، القافية، نوع القصيدة، المعنى العام، المعنى التفصيلي، نية الشاعر، والأغراض الموجودة بكل قصيدة، والأغراض الموجودة، الأغراض الشعرية. طلابنا الأعزاء لا تنسى، ولا لا يعني لا، ما أريدك تدوخ، أكو اختلاف، أكو فرق ما بين الأغراض الشعرية بشكل عام والأغراض اللي هي موجودة بكل قصيدة، أكو فرق كبير، الله يرضى عليكم، ترى دير بالكم.
اكو فرق، اكو اغراض شعريه بشكل عام اللي اخذناها التعاريف، واكو اغراض شعريه موجوده بكل قصيده ذني لازم نحفظين. هذه هي الاشياء المطلوبه للحفظ بكل قصيده، هذه هي الاشياء المطلوبه للحفظ في كل قصيده. احسنت يا علي محمود، جزاك الله خير، احسنت. نعم احسنت يا نور رند، شكرا جزيلا على مشاركتكم. انا من اشوفكم تكتبون تعليقات، يعني حقيقه اشوف اكو تفاعل. ان شاء الله راح ناخذهن ان شاء الله بالتفصيل. زين، طبعا صيغه السؤال يقول لك الاستاذ ايدنتيفاي، يعني اكتب او وضح. ايدنتيفاي يعني اكتب، ايدنتيفاي ذا جنرال مينينج، ايدنتيفاي ذا ديتيل مينينج، يعني عرف اعطينا المعنى التفصيلي، اعطينا المعنى العام. ايدنتيفاي ذا بويتيك ديفايسز، وضح الاغراض الشعريه. فهذه هي كليتها تجيك بالامتحان وانت لازم تحفظها ولازم تقراها. زين هسه طلابنا الاعزاء خليني نسوي ملخص بالشكل عام. ايدنتيفاي اند كومنت، طبعا هنا من يقول لك ايدنتيفاي يعني معناها وضح، وضح اسم الشاعر، اسم القصيده. من يقول لك ايدنتيفاي ذا بوت معناها وضح لي الكاتب. من يقول لك ايدنتيفاي مثلا ذا كونتراست، وضح لي التناقض. يعني هو راح يجيب لك صيغه السؤال وضح ايدنتيفاي، او يقول لك مثلا ستيت، او ممكن يقول لك اكسبلين، وضح. وانت لازم حافظ الاشياء اللي موجوده بكل قصيده. راح يجي طالب يقول استاذ زين احنا منين نجيب ذني الاغراض الشعريه والبويتيك ديفايسز و و و و الى اخره، منين اجيبهن؟ يلا طلاب من يجاوبني، منين نجيب ذني؟ زين من القصيده، زين هن وينهن؟ هن وينهن اصلا؟ زين وين موجودات؟ ذني موجودات ملازم باليوتيوب او بالتليجرام، او الاستاذ يعطيك اياهن، يعطيك ملزمه وكل ملزمه بيها شرح عن كل مادة وعن كل موضوع بالتفصيل. هيش المادة تجي بالامتحان. مثل ما تشوفون هاي القصيدة الأولى اللي هي سيك روز، اللي هي الزهرة المريضة. هاي القصيدة أنت مثل ما تشوفها قدامك هسه حاليا، هاي القصيدة أنت لازم تعرف تحفظ الجنرال مينينج مالتها. طبعا أنت مو بس تحفظها، لازم تفهم هذا هو الجنرال مينينج مالت القصيدة، هذا هو الديتيلد مينينج المعنى التفصيلي، هذه هي نية الشاعر، وهذه هي الأغراض الشعرية، وهذه هي الأغراض الشعرية. طبعا لا تنسى، يعني أنا طبعا يعني من راح ندرس القصيدة راح أوضح لكم يعني من الكاتب، تفاصيل هذه الأمور كلها ناخذها. يعني هسه شوف مثلا هنا عندك كارغوز، هاي وحدة من القصائد. هاي القصيدة الرايم سكيم مالتها كذا، اسم الشاعر هو جون مانسفيلد، الجنرال مينينج مالتها كذا، الديتيل مينينج هذا، نية الشاعر هذا وينها، الأغراض الشعرية هذه وينها. فمثل ما تشوف قدامك كل قصيدة اسم الكاتب واسم الشاعر وإلى آخره وإلى آخره. فكل قصيدة احنا راح ناخذ القصيدة ونشرحها ونفصلها، وبعدها نسوي لك امتحان بيها حتى تعرف نمط الأسئلة، حتى تعرف نمط الأسئلة. ان شاء الله افتهمتوا الماده عيني. وبالنسبه للملزمه فتقدر تتواصل ويانا، تقدر تشتري هاي الملزمه توصلك لحد باب بيتك ومترجمه، او اذا تريدها ملف بي دي اف كيفك. هسه اريد اتحدث وياكم. زين هسه عيني طلاب، هسه احنا اليوم لا ننسى دورتنا هذه هي كانت دوره تحضيريه، دورة تحضيرية. أريدكم تحشون ضميركم بالله عليكم، يعني افتهمتم شيء؟ استفاديتم من هذه الدورة لو لا؟ أنا أحكي على طلاب اللي متابعين وياي، ما أريد طالب ما حاضر ويجي اليوم ويقول أستاذ أنا ما استفاديت. احشونا يعني ضميركم، استفاديتم من هذه الدورة لو لا؟ نعم
شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا، الله يبارك بكم. والله حقيقة هذا كلامكم يعني فخر إلي. بالنسبة للطلاب اللي إجوا جدد، عندي لكم خبر إن شاء الله حلو بنهاية الفيديو. طلابنا الأعزاء، إذا أنت استفادت من هذه الدورة فاحكينا. شكرا جزيلا. بالنسبة للطلاب الجدد، عندي لكم كلام إن شاء الله يفيدكم. شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب.